سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته، سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على شاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. معنا أم عمر من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال يا شيخ. تفضل أختي. أنا أختي قام بخطبتها رجل يعيش في فرنسا، وهو يعني لا يصلي ويتعطل الخمر، ووالدتي طلبت منها أن توافق لأنها يعني نوعا ما كبرت في السن، إلا أنها هي رفضت. فهل يعني يجوز أن تتزوج بشخص لا يصلي ويتعاطى الخمر؟ طيب يا أم عمر، شكرا. أهلا وسهلا. طيب، أم عمر من الجزائر تسأل، تقول بأن أختها تقدم لخطبتها رجل يسكن في فرنسا، تقول هذا رجل لا يصلي ويعاقر الخمرة. تقول والدتها قالت لها اقبلي به، خاصة تقول بأن البنت قد بلغت يعني من العمر مبلغا، فالأم تخاف على ابنتها فتقول اقبلي به. يا أختي أم عمر بارك الله فيك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالملاحظ يا أختي الفاضلة من هذه القصة التي ذكرتيها بأن هذا الرجل غير كفء لأختك، فيعني هو غير كفء، فلا يجوز لهذه البنت أن تقبل بهذا الرجل الذي لا يصلي ويشرب الخمر. ذلك أن باتفاق الأئمة الأربعة وباتفاق أهل الإسلام على أن الدين، على أن الكفاءة في الدين، هذا بالاتفاق، اختلفوا في بعض الأشياء. والدين على قسمين، الإسلام وأيضا ما يتعلق الإسلام الذي في مقابله الكفر، بمعنى لا تتزوج المرأة من كافر، وكذلك الفسق، فلا تتزوج المرأة الصالحة التقية من فاسق، مثل هذا الرجل الذي والعياذ بالله تارك للصلاة وكذلك يعني يعاقر الخمرة. وترك الصلاة كما لا يخفى، ونبهنا على هذا كثيرا، بأن أهل العلم يقولون بأن تارك من أهل العلم كالإمام أحمد وجمع من أهل العلم من أهل الحديث يقولون بأن ترك الصلاة حتى ولو كان على سبيل التساهل والتهاون فإنه كفر ناقل عن ملة الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. وذلك لقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، قول الله تعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، قول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبقوله بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فيا أختي أم عمر والله لو تبقى أختك من دون زواج، وإن شاء الله الله عز وجل ييسر لها الأمر، لو تبقى من دون زواج خير لها من أن تقترن بمثل هذا الإنسان، إلا إذا اشترطتم عليه أنه يصلي، يترك الخمر، يعود إلى الله جل وعلا، ويعني يترك هذه المعاصي، واستجاب واختبرتوه مدة سنة مثلا، فهذا جيد، بارك الله فيك. تفضل أم عبد الرحمن. مساء الخير شيخ. تفضل أم عبد الرحمن. ألو. تفضل يا أختي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي أساس أسئلة يا شيخ. إيه تفضلي. عندي طفل عمره سنة ونصف، أردت أن أختنه، لكن أختي قالت سمعت في التلفاز أن الأطباء اكتشفوا أن الأطفال الذين يختنون في سن مبكرة يصابون بالعقم،
يستحسن بعد 3 سنوات إن أردت، وأنا أردت معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يوصي بختم الأطفال. طيب يا أم مفهوم، أعطيني السؤال الثاني. أنا كنت أسكن مع أم زوجي مدة 16 سنة. كيف؟ لكن عند بعض المشاكل اللي كانت بيني وبينها كنت أختابها كثير. إيه؟ كنت نتحدث عليها كثير عن أمي مع الجيران مع، ولكن لما ابتعدت عنها ندمت كثيرا يا شيخ، كيف أكفر عن ذنبي؟ السؤال الثالث، أنا امرأة مصابة بالوسواس، كل ما أقوم بعبادة الله أذكر، كل ما أقوم بعبادة الله أذكر أو ذكر أو صلاة أحس في بعض الأحيان بالملل، وبعض الأحيان أحس بالخشوع، وبعض الأحيان أحس أني مقصرة بالرغم من أني أصلي الصلاة في وقتها، ودائما أحرص على ذلك، كيف أعمل يا شيخ؟ طيب يا أم عبد الرحمن تسمعين الجواب، أبشري. شكرا يا شيخ، شكرا، بارك الله فيك. أبشري. تفضل أخوي خالد هولندا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل يا أخي. أنا قبل مدة حوالي 6 أو 7 شهور عرض علي عمل في معمل للخضار، تقطيع الخضار وترتيب وحاجات زي هذه. إيه؟ ولكن فيه قسم، أنا سمعت، أنا ما زرت المعمل صراحة، ولكن سمعت من المكتب العمل إن فيه قسم للبيتزا يضعون عليها الخنزير عزكم الله. فهل يجوز العمل في مكان تقطيع الخضار وترتيبها فقط من غير لمس مكان الخنزير والبيتزا؟ طيب يا خالد. والسؤال الثاني، أنا صراحة أحب أعفي لحيتي، ولكن أحيانا لما أعفيها تأتي بعض القشور والحساسية في جهة الذقن، فأضطر لحلقها لوضع بعض الكريمات والمراهم، فأعرف أن هذا تقصير، ولكن ما العمل يا شيخ؟ طيب يا أخ خالد شكرا، جزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا. فريال تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ يعطيك العافية. يعافيك. أنا هسه بمرض الشدة. بمرض الشدة يا شيخ، وعالسرير وأصلي يا شيخ، بس بعد الصلاة مرات أشوف بقع من الدم على الملابس. أي. يومي أغير الملابس 3 مرات 4، بس ما أقدر أكثر من طاقتي. نعم يا شيخ، دعاك إلي يا شيخ. الله يعافيك. الله يعافيك. الله يعافيك. أبشر بخير يا فريال، أنت على أجر وعلى خير إن شاء الله، وهذا كله أجر ورفع الدرجة. لازم ترين الله جل وعلا صبرك وثباتك واحتسابك للأجر، ولا تقنطين ولا تسخطين، قول الحمد لله دائما، كرري قول الحمد لله الحمد لله، وإن شاء الله بجاوبك على موضوع الصلاة موضوع الدم. أبشري. تفضل أخي خالد سهل العاج. شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ بارك الله فيك، الله يحفظك. وفيك بارك. ارفع الصوت يا خالد. سؤال. عندي سؤال. تفضل يا أخي. اسأل عن الدخان، شرب الدخان. اي نعم. شرب الدخان هل هو حرام أم لا؟ نعم. الشيخ بارك الله فيك. تبقي السؤال. سؤال ثاني. سؤال ثاني، هل يجوز تجارة في أرض يعني الكفار، أرض اليهود؟ كيف يعني العمل فيها؟ كيف التجارة في أرض اليهود؟ ما فهمت. يعني محل بوتيك تبيع فيه. أيوة. أينه؟ تبيع فيه. وهناك يعني كثير من المشايخ هناك، هم كما تعرف يا شيخ هم يشربون الخمرة ويفعلون، هل يعني أقصد فضتهم الفضة؟ يا خالد أنت قصدك راح خالد. ها يلا تفضل أخي محمد فرنسا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله.
بالله الشيخ عندي سؤال يرحم والديك. والديك تفضل. بالله أنا عايش في فرنسا وتعرفت على فتاة في فرنسا تسمع فيها. تعرفت على فتاة. إيه. تعرفت على فتاة في فرنسا ومثلا صار ما بينها معصيات وبعتلي ما أنت حملت بيا مثلا حبلت بيا. أيوة. بعتلي مثلا هداني ربي وليت نصلي ودخلتها للدين الإسلام وجبنا طفل في الدين الإسلام وحبيت نشوف شنية التوبة. والله أنا خايف نحب نتوب الرب وما نعرفش في فرنسا أنا كتي كل إمام يقول لي قول واني ما نعرف شنية باش نعمل كان ما تنجم تعطيني يا محمد يعني محمد بابا. محمد حبيبي بالنسبة لك أنت الآن هي دخلت في الإسلام؟ دخلت في الإسلام. طيب عقدت عليها؟ زوجتها؟ عقدت عليها إيه؟ بعد ما أسلمت عقدت عليها قبل نو أسلمت وعقدت عليها. إيه بعد ما أسلمت عقدت عليها. إيه. بالنسبة للحمل الذي من الزنا كم ولدت يعني متى ولدت بعد الزواج بكم؟ بعد الزواج ما نو هي ولدت ودرت عليها الحلال. يعني ولدت وبعدين عقدت عليها. إيه. والابن هذا ما زال موجود؟ ما زال موجود نعيش مع بعضنا ما زال. طيب طيب يا محمد أبشر إن شاء الله. بارك الله فيك. تسمع الجواب إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم عبد الرحمن بارك الله فيها تقول بالنسبة لي عندها ولد عمره سنة ونصف تقول أريد أن أختنه الختان يعني يسمونه الطهور عند أغلب الناس يسمونه الطهور أو الطهار الختان. تقول بأن أختها قالت لها لا تطهرين لأن الذي يطهر في سن مبكرة يصاب بالعقم. هل هذا صحيح أم لا؟ هذا السؤال الأخت أم عبد الرحمن. يا أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك بالنسبة لقضية الختان ليست محددة عندنا في الشريعة فيبدأ الختان من ساعة الولادة إلى ما لا نهاية. ولذلك إبراهيم عليه السلام قيل بأنه اختتن لما بلغ عمره 80 سنة. ابن عباس رضي الله عنه لما سئل أحد في أمر من الأمور قالوا كم كان عمرك؟ قال كنت مختونا. والمعنى يا أختي الفاضلة بأن قضية الختان طبعا واجبة بالنسبة للذكر يجب أن يختن الذكر. قضية تحديد الوقت هذا ليس عليه دليل عندنا ما عندنا دليل أبدا يحدد الوقت. لكن أرجع إلى كلامك القائل بأنه والله إذا اختتن وهو صغير يصاب بالعقم هذه مردودة على من يقولها لأن أغلب أولاد المسلمين يختنون ساعة الولادة وبعضهم بعد أسبوع من الولادة وبعضهم بعد 25 يوم من الولادة. وأقول هذا الكلام لأني أعرف من عائلتي وأعرف من الناس والآن بعضهم أجداد بعضهم جد الآن عنده أولاد وعنده ذرية وعندنا خاصة في جهاتنا نحن معروف عندنا الختان في وقت الصغر يختنون وقت الصغر. لكن هذا ليس بواجب وليس بشرط وبالعكس بل يقولون كلما بكر فهو أفضل للطفل لأن الطفل حينما يبدأ يفهم يعني ربما يصاب برهاب يصاب بخوف يصاب بعقدة معينة في مثل هذه القضية. فكلما كان في فترة الصغر فأفضل له إلا إذا كان يعاني من مرض يعاني من شيء في العضو التناسلي فبعض الأطباء ينصحون إلى أنه يؤخر إلى فترة البلوغ. أما إذا كان سليم فالأفضل يا أختي الأفضل بالتجربة ها الأفضل بالتجربة أن يبادر إلى ختانه بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تقول أم زوجي كان بيني وبينها مشاكل كثيرة جدا وكنت أشكو لأهلي وأغتابها كثيرا تقول الآن ابتعدت عنها شعرت بالندم وشعرت بالخطأ الكبير ماذا علي؟ أولا يا أم عبد الرحمن أولا عليك بالتوبة إلى الله أصلحي ما بينك وبين الله عز وجل لأن الغيبة والعياذ بالله محرمة والله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فأنت توبي إلى الله والتوبة إلى الله ما معناها أن تقلعي عن الغيبة مطلقا ليس مع أم زوجك فقط مطلقا تبتعدين عن الغيبة تندمين على هذا الفعل وأنت ندمان الحمد لله والندم توبة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث تعزمين على عدم العودة إلى هذه الغيبة وإلى هذا الذنب المحرم. ثم بعد ذلك حاولي أن تتحللي من أم زوجك إذا كانت موجودة وعايشة قولي لسامحيني يا أم فلان
اعفو عني أنا عفوت عنك وأنت نتغافر فيما بيننا، كل يقول اللهم اغفر لأختي بهذه الطريقة بارك الله فيك، إن تعتقدين بأن تقبل تحللي منها، قولي له اجعليني في حل وأنا أجعلك في حل وتغافر بارك الله فيك. إذا والله لا تقولي لا والله لا، ممكن أنها تزعل، ممكن أن يتطور المسألة، حاولي بارك الله فيك أن تكثري لها من الدعاء، أكثري لها من الدعاء، أكثري لها من الصدقة إن كان عندك شيء، لكن أهم شيء الدعاء بارك الله فيك، أهم شيء الدعاء. وأيضا حاولي قدر المستطاع أن تعيد المياه إلى مجاري من خلال مثل هدية، لأن الهدية تسل السخيمة من الصدر، الهدية تفتح مغاليق القلوب. ابعثي لها هدية إذا كان عندك قدرة مالية، وابعثي لأم زوجك، وإن شاء الله تكون بهذا توبة. أم عبد الرحمن تقول أنها مصابة بالوساوس أحيانا لما تقوم إلى العبادة، تقول أشعر بالملل، أحيانا أشعر بالنشاط، أحيانا أشعر بالخشوع، أحيانا تقول بمثل هذه الصورة. يا أم عبد الرحمن، الوسواس لا خير فيه، الوسواس مرض، يجب على المسلم وعلى المسلمة أن يتقوا الله جل وعلا في عباداتهم وفي طاعاتهم وفي تقربهم إلى الله. والشيطان عدو للإنسان، الشيطان منذ الأزل قال أقسم بعزة الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، والله جل وعلا كشف لنا عن طرق الشيطان ووسائل إضلاله وإغوائه، منها أنه يزين، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، ومنها الوسوسة، يوسوس فوسوس إليهما الشيطان، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، ومنها كذلك منها أيضا المشاركة والإقسام، أقسم لآدم وقاسمهما إني لكم ما لمن الناصحين. فهذه بعض طرق الشيطان، ولذلك من طرق الوسوسة هو يريد أن يضيع عليك العبادة والصلاة بهذه الوسوسة. وقد أنزل الله سورة كاملة، سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولذلك أنت أخلص النية وأصلح الطوية واجعلي قلبك معلق بربي الأرض والبرية سبحانه وتعالى. وأيضا يا أختي الفاضلة دائما احرصي على تعلم العلم الشرعي، فإن أعدى شيء للشيطان هو العلم، ولذلك الشيطان يبغض العلم ويحاول أن يعرقل وأن يضع حجر عثرة في طريق كل من يريد طلب العلم، لكن أهل العلم ينتصرون وأهل الإيمان ينتصرون، لأن بالعلم يذهب وتذهب وساوس الشيطان، بالعلم تنكشف الأمور وتتضح الأمور. ولذلك الآن ولله الحمد توفرت وسائل طلب العلم والمعرفة عبر هذه التقانات وعبر هذا الفضاء وعبر هذه الأجهزة وعبر هذه الكتب. الآن المكاتب تدفع بهذه المطابع والمكاتب تدفع بهذه الكتب، ما علينا إلا أن نقرأ يا أختي الفاضلة. كذلك إذا جاءك هذا الوسواس، إذا جاءك أنت الآن في العبادة، اعص الشيطان لا تتبعينه. يعني مثلا الآن أنت تصلين ثم جاءك الشيطان وقال نسيت كذا أو كذا أو حاول، قولي لا، في نفسك طبعا اقبلي على عبادك، استمري في العبادة، استمري في الطاعة، ولا هذا هو العصيان. إذا قال لك والله أنت ما توضيت وأنت أصلا توضأتي، قولي اخسى عدو الله وامضي في العبادة. في لحظة يسيرة ينهزم من أول جولة إذا رأى هذا الإيمان وهذا اليقين، لأن وسوسته تتحطم على صخرة الإيمان واليقين الذي في صدرك والطاعة التي في قلبك. أما والله كلما جاءك الشيطان استجبتي له، شيء طبيعي يا أختي الفاضلة أن تعيشي قلق وهم وغم ونكد وحياة ضنكة مثل بعض اللي يتصلون بنا الآن، كل ما قال لهم يلعب بهم الشيطان كما يلعب الصبي بالكرة. ولذلك يقال بأن يحيى عليه السلام جاءه الشيطان وأراد أن يضله فما استطاع عليه، فأمكن الله جل وعلا يحيى أمكنه من إبليس فقبض عليه وسأله قال كيف أنت مع الناس؟ قال الناس ثلاثة، قسم نلعب بهم كما يلعب الصبي بالكرة، نلعب بهم يعني مثل في الوضوء وسوس ذهب مع الوسوسة، في الصلاة يذهب مع الوسوسة، في بعض العبادات وهكذا يلعب به الشيطان لعب مثل ما يلعب الصبي بالكرة. وقسم عصمنا الله منهم، ما عصمهم الله منا ما نستطيع، وهم أنتم الأنبياء والعلماء. وقسم بين ذلك، في قسم لا مرة كذا ومرة كذا. ولذلك يا أختي الفاضل اعص الشيطان وأطيع الرحمن، أقبلي على العبادة، أقبلي على الطاعة. وإذا جاءك الوسواس قولي اخسى عدو الله
واقبلي على عباد ولا تترددين، واعلمي بأن إقبالك هو الأمر المرضي شرعا، أما ترددك وسماعك فهذا والعياذ بالله من طاعة الشيطان أكثر من قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، سيذهب الله عنك ما تجدين وتحاذرين. الأخ خالد من هولندا بارك الله فيه يسأل يقول: قبل 7 شهور توظفت في معمل للخضار أقوم بتقطيع الخضار وترتيبها، يقول بلغني بأن هناك قسم للبيتزا يضعون فيه لحم الخنزير، ما العمل؟ هل لي أن أتوظف في هذا المكان؟ أخي خالد بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان المسلم ينتقي أطيب المكاسب ويعمل في أشرف الوظائف، وينبغي له أن يبتعد عن الوظائف المشتبهة فضلا عن المحرمة، ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يقدم من دون سؤال ومن دون استفسار واستفصال، لأن بعض الناس قد يرى الشيء في ظاهره جميل لكن في باطنه النار والعياذ بالله والجحيم. فالمقصود يا أخي الفاضل أنت في قسم فيما يظهر بأنه حلال، لكن هل هذا القسم يكون يعين على القسم الثاني، بمعنى أنكم أنتم تغذون وتدعمون قسم البيتزا التي فيها الخنزير؟ هذه راجع لك أنت. عموما أنت ما دمت أن ليس لك علاقة بالخنزير وليس لك مباشرة في بيعه وليس لك مباشرة في صنعه وترتيبه، إنما أنت في الخضار، ما عليك شيء، لكن احرص بارك الله فيك على أن تختار عملا بعيد عن هذه المحرمات، بعيد عن هذه المشتبهات. خلك في عملك الآن، وصي أو اسأل أو يعني ضع اسمك مثلا في المواقع حتى تجد إن شاء الله عملا شريفا أفضل من هذا الذي قد يكون فيه شبهة عليك بارك الله فيك. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. سبحان من يسبح له بحمده ملائكته. حياكم الله من جديد. خالد بارك الله فيه يقول: أنا أحب أن أعفي لحيتي لكن أحيانا تكون هناك عندي قشور أو حساسية في منطقة اللحية فأضطر إلى حلقها لأجل استعمال طبعا يقول أدوية والمرام. يا أخي خالد بارك الله فيك، بالنسبة لإعفاء اللحية واجب، والأدلة على ذلك مشهورة ومذكورة في كتب السنة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء، قال: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. والمعروف يا أخي الفاضل طبيا أن اللحية في الوجه تغذي الدهون التي في الوجه، بمعنى تبعث النضارة وأيضا تحافظ على بشرة الوجه. هذا معروف، وهذا يعني يكاد الأطباء يتفقون على هذا الأمر، وقد قرأت مباحث كثيرة في مثل هذا الأمر. يبقى الأخي الفاضل يعني بالنسبة لوجود قشرة أو وجود حساسية لا يسوغ لك أبدا أن تحلق اللحية لأجله، لكن ممكن تعالج، يعني العلاج ممكن أن يكون، لأن المسألة اللحية ليست هي مسألة والله مصمتة بحيث أنه ما يتخللها الدواء أو ما يتخللها المراهم، تستعمل المراهم وتستعمل الأدوية من وراء اللحية ولا يضرك شيء. ما تحلق إلا للضرورة، بمعنى أن يكون هناك مشكلة في الوجه أو كذا ممكن، يعني يترتب عليها فساد عظيم على صحة الإنسان. أما الحالة التي ذكرتها أبدا ما تسوغ، هناك يعني مثل ما يستعمل الإنسان القشرة لشعر الرأس يستعمل الشامبو لقشرة الرأس، يستعملها كذلك اللحية إن وجدت، مع أن الغالب أن اللحية في الغالب تغسل وكذا، فقليل ما تصاب، لكن عموما لا تحلقها بارك الله فيك، واستعمل الأدوية من ومستعمل أدوية واللحية على وجهك بارك الله فيك، وتستعمل كذلك المراهم هذه التي ذكرتها. فريال تقول أنها في شدة ومرض وهي على السرير وتصلي، وأحيانا ينزل عليها الدم على ملابسها بسبب المرض، وتسأل تقول ما العمل؟ يا فريال أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتولاك وأن يكتب لك الشفاء والعافية. واعلمي يا أختي الفاضلة أن ما أنت فيه من بلاء إنما هو بتقدير الله جل وعلا، فيجب عليك دائما أن تلهجي بقول الحمد لله، وأن تري الله جل وعلا هذا الإيمان الذي يتربع على عرش قلبك، هذا اليقين الذي يسكن في صدرك. دائما أظهري الشكر لله والثناء لله والحمد لله، ولا تظهر التسخط يا أختي الفاضلة والجزع، ما ينبغي للمسلم، لأن هذا أمر مقدر، فلا تجمعي على نفسك مصيبتين، مصيبة المرض ومصيبة فوات الأجر، لا، حافظي على الأجر بارك الله فيك. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا لا يشتكون لأحد، إنما يشتكون لله جل وعلا وحده. كذلك أهل الصلاح والعلم، كان الواحد منهم إذا اضطر إلى أن يخبر عن مرضه
احيانا يحتاج الى ان يخبر، يقول هذا اخبار وليس شكوى، يقول هذا اخبار نحن نخبركم ولا نشكو اليكم، انما يشكون الى الله كما قال يعقوب انما اشكو بثي وحزني الى الله، اشكو بثي وحزني الى الله. ايوب عليه السلام يقول رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. كذلك الانبياء عليهم الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام قال اشد الناس بلاء الانبياء فالصالحون فالامثل فالامثل، ويقول عليه الصلاه والسلام اذا احب الله عبدا ابتلاه، فانت ان شاء الله الله جل وعلا احبك فابتلاك، هذه نعمه من نعم الله، ولذلك هذا دليل ان شاء الله على المحبه باذن الله جل وعلا. فانت يا اختي الفاضله أري الله جل وعلا ايمانك، أري الله عبادتك، أري الله هذا اليقين اللي في قلبك، انت مسلمه ولا الحمد. هنا الاختبار ان تظهر الايمان والصبر وان لا تظهر الجزع، ولذلك قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو الجزاء؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أولئك هم المهتدون. يبقى قضية يا أختي الفاضلة يعني الصلاة على السرير، ما دمت أنت غير مستطيعة على القيام وغير مستطيعة تصلين جالسة فصلي على السرير على ظهرك بارك الله فيك، إذا ما استطعت القعود صلي على ظهرك. بالنسبة للوضوء تتوضئين حينما تريدين الصلاة، ولو خرج منك بعد ذلك شيء فأنت معذورة يا أختي الفاضل، والله جل وعلا الرحيم بنا ماذا يقول؟ يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الله أكبر، فضل الله عظيم، ما في شيء يوقع الإنسان في حرج وضيق إلا تنقله الشريعة إلى السعة والفضاء الرحب من السماحة واليسر ولله الحمد. وأنا أنصحك يا أختي فريال، أنصحك بارك الله فيك تجمعين بين الصلوات جمع صوري. كيف جمع صوري؟ أنا أذكرك الآن وأعلمك كيف تجمعين جمع صوري. يعني صلاة الظهر أخريها إلى آخر وقتها، قبل وقت خروج وقت صلاة الظهر، يعني قبل أذان العصر بعشر دقائق صل الظهر، ثم بعد ذلك سيدخل عليك وقت صلاة العصر وصلي العصر، تصيرين صليت الظهر في آخر وقتها وقدمت العصر في أول وقته، هذا يسمى جمع صوري. بهذا ولله الحمد تحافظين على وضوئك وعلى طهارتك وما تقلقين. كذلك المغرب مع العشاء، أخر المغرب قبل أذان العشاء بعشر دقائق وصلي المغرب بارك الله فيك، صلي المغرب قبل أذان العشاء بعشر دقائق، ثم إذا أذن العشاء صلي العشاء بعد ذلك، هذا يسمى جمع صوري، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنك. خالد من ساحل العاج يسأل عن حكم شرب الدخان. أخي الفاضل بالنسبة للدخان هذا هو ظهر من عقود، والعلماء حينما ظهر اختلفوا فيه ما بين كاره له وما بين محرم، ثم بعد ذلك تبين مع مرور الوقت أن هذا الدخان سبب من أسباب جملة من السرطانات والأمراض الخطيرة، سرطان الرئة وسرطان الحنجرة وسرطان اللثة وسرطان اللسان وغيرها من الأمور، وأنه سبب لكثير من الأمراض هذه الخطيرة، وأن مات بسببه جمع أو مات بسببه مجموعة كبيرة من الناس. ولذلك وزارات الصحة الآن تضع على علبة الدخان تحذيرا بأن هذا الدخان يسبب السرطان، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يكاد يكون اتفاق بين الأطباء والفقهاء في وقتنا الحالي خاصة الأيام الأخيرة هذه السنوات الأخيرة على تحريم الدخان. لماذا؟ لأنه ثبت ضرره بما لا يدع مجال الشك، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يقول جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وقال عليه الصلاة والسلام من تحسى سما يأتي به يأتي يوم القيامة يتحساه في نار جهنم. ولذلك الدخان يصدق عليه أن يكون من السموم والعياذ بالله القاتلة، لكن قتل بطيء على سنوات. وأنا رأيت صور والله مفزعة، صور لبعض مدمني شرب الدخان بالنسبة للرئة، الرئتين أشبه بالمنخل، تعرفون المنخل هذا اللي ينخل فيه الأشياء هذه، مثل المنخل، يعني هذا الدخان والعياذ بالله تسبب في تفتيت هذه الرئة، ما أدري كيف يتنفس هذا
الإنسان. ولذلك أنا أخشى على شارب الدخان أن يكون منتحرا إذا مات بسبب الدخان. أقول أخشى أن يكون قد مات منتحرا إذا كانت سبب وفاته هو شرب الدخان. يعني إذا قال أطباء سبب الوفاة سبب السكتة القلبية أنه كان يشرب الدخان بحيث أن الرئتين تفتتا وحصل عنده سرطان أو شيء، يخشى والله. والحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ سما يعني لهم السم هذا والعياذ بالله يعذب به يوم القيامة في النار، نسأل الله. ولذلك يا أخي الفاضل شرب الدخان محرم بارك الله، ولا يجوز. ويجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله، ولا يقول والله شوف فلان في صحة وعافية شرب الدخان. قد تكون هناك حالات فردية، لكن في الغالب أن الناس والعياذ بالله متأذين، وشارب الدخان ليس ضرره ليس عليه فقط بل على الناس. أشد الناس ضرر الزوجة والأولاد، وضرر أيضا الأصحاب والأصدقاء والذين في العمل، حتى البيئة والعياذ بالله تتلوث بسبب شرب الدخان. تفضل أم أحمد هولندا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، جزاك الله ألف خير على هالبرنامج، ينور حياتكم دنيا وآخرة يا رب. وياكم أحمد، أهلا وسهلا. آمين، جزاك الله خير. شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، في عندي ولد عمره 18 سنة وسألني البارح عن سؤال، يقول لي يما أن الله سبحانه وتعالى خلق أبونا آدم عليه السلام، طيب من خلق أمنا حواء؟ وبعدين يقول لي كيف يعني من أمنا حواء وأبونا آدم كيف جو قابيل وهابيل وكيف إنهم تزوجوا؟ يعني صراحة هذا السؤال ما أقدر أرد عليه فيه. لا سهل. نور علينا، الله ينور عليكم، جزاك الله خير. والسؤال الثاني هو شخصي، يعني ما أعرف الوقت المناسب حق حضرتك عشان نتصل على تليفونك الشخصي. أي أبشر إن شاء الله، والله في الغالب في الليل بعد العشاء في الغالب. اي والله، لان احنا صراحه مجموعه نساء هنا وكل يوم مخصصين هالوقت نتابع فيه هالبرنامج. الله يحفظك، الله خير، كثروا من هالبرامج ونورونا فيها الغرب. الله ينور عليك، الله يسر امورنا اموركم. ابشري يا ام احمد، ابشري. امين، عساك سالم، مشكور. يا مرحبا يا مرحبا. محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هيا شيخ عندي بعض الاسئله. الله يخليك، الله يجزيك خيرا. تفضلي اختي. أنا متزوجة منذ 10 سنوات وأجبرت على الزواج وعندي أولاد، لكن حتى الآن لا أطيق. هل أؤثم إذا لم أستطع أن أؤدي بواجباتي منزلية بالرجل وكل شيء؟ يعني أحس بالذنب بعض الأحيان، ولكن في نفس الوقت دابا مدة أنا 10 سنوات وأنا عندي. كم أولادك؟ كم أولادك؟ أولادي أربعة. أربعة، طيب. يوم محمد سؤال آخر. السؤال آخر يعني هل إذا كانت هكا الأم حزينة بالنسبة للأولاد، هل هو جيد أم لا؟ حيث نحن هنا في أوروبا يقولون الأطباء عندي طب نفسي ويقولوا لي هل ما يترفع الأولاد إذا كانت الأم مريضة نفسيا؟ ما إيش الأولاد ماذا؟ لا يتنفعون الأولاد إذا كانت أمهم مريضة نفسيا. لا ينتفعون؟ لا ينتفعون، يعني الأولاد لا يكونون بخير إلا كانت الأم مريضة. إيه نعم نعم. طيب يا مرحبا. حيث أنا لا أستطيع أن أودي واجباتي كاملة، لا للرجل ولا للمنزل ولا للأولاد، حيث أحس بحزن شديد. طيب زوجك متعلق فيك أكيد. نعم، لكن ليس طبيعي بشكل، لا في العقلية ولا في السن ولا في كل شيء. خلاف كبير. طيب يا أم محمد، تسمعين الجواب إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل إسحاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شو عندي أربع أسئلة. تفضل إسحاق. نعم. شو السؤال الأول؟ شيخ، ما حكم الصلاة وراء إمام؟ يعني إذا قال يعني سمع الله لمن حمده يقول حتى يعتدل من الرفع من الركوع، يعني حتى يعتدل ويسوي قائما يقول سمع الله لمن حمده، فما حكم هذه الصلاة على قول يعني وجوب قول سمع الله لمن حمده، يعني أنها واجبة وليس سنة، يعني مفهوم؟ طيب يا
إسحاق. شيخ سؤال الثاني، شيخ إمام زاد سجدتين السهو بعد التشهد الأخير، لكن بعد سجدتي السهو قال التشهد وأنا لم أقل تشهد، انتظرت حتى قال السلام فسلمت معه، لأني سمعت قول يعني أرجحه بعض الأهل العلم لأن لا يقال التشهد بعد سجدتي السهو، فما حكم ما فعلته؟ طيب يا إسحاق. شيخ سؤال الثالث، نود منكم شيخ نصيحة نحو للذين يعبدون القبور والأولياء ويتمسحون بترابهم ونحو ذلك، لأنه يوجد بعض من هو مبتلى بهذه الأمور في الجزائر. شيخ الله المستعان. سؤال أخير. شيخ سؤال أخير أيضا نصيحة لمن يغلو في أهل البيت والروافض والشيعة. شيخ بارك الله فيك. طيب يا إسحاق جزاك الله خيرا، السلام عليكم. نكتفي. تفضل يا نبيلة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير على هذا البرنامج. تفضل يا نبيلة. تفضل يا أختي. ما حكم التبرع بالدم لمنظمات غير مسلمة؟ والاستفسار، أنا صراحة تبرعت 5 مرات بالدم، لكن بالأخير بيعطوا مثلا هدية بسيطة يعني زي بتقول يعني كفاءة أو يعني. أنت ما طلبتيها؟ برا من بين هذه الهدايا في مثلا الواحد بيكتب اسمه للأطباء اللي بيتبرعون مثلا للدول يعني عندها حرب، أو للأطفال المشردين، أو يعني للأطباء اللي يبعثون اللي يعملون بحوث عشان يلقوا دواء مثلا تبع الكانسر أو شيء. يكتب اسمه وين؟ يكتب اسمه يعرف في يعني بيعطوه زي كارت. اي واحد يكتب اسمه يعني بدل ان الواحد ياخذ هديه زي ما تقول ثمن هذه الهديه الواحد بيتبرع بيها لهي يعني الاطباء اللي بيروحوا مثلا على سوريا او الدول اللي فيهم حروب. يعني بدل هدية تعطى في الأشخاص يذهبون إلى مثلا أطباء وممرضين يذهبون إلى مواطن الحروب والصراعات يتبرع فيها. نعم. طيب يا نعم. يا نبيل أبشر إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ خالد من ساحل العاج. أعتذر يا أخي خالد، أنا ما فهمت سؤالك. أنت تقول ما حكم التجارة في أرض الكفار ثم قلت أرض اليهود أو شيء، ما فهمت أخي الفاضل. إذا كنت تقصد حكم البيع والشراء مع غير المسلمين، يجوز للمسلم أن يبيع غير المسلمين ويشتري منهم. الثاني، يجوز للمسلم أن يشارك غير المسلم، يجوز لك أن تدخل في شراكة مع غير المسلم إذا كان هذا غير المسلم يبيع أشياء مباحة مش محرمة في عقيدتنا، يعني مثلا تجارة في الخمر، في الخنازير، في المخدرات، لا يجوز. أما تجارة في القماش، في المواد الغذائية، ما في بأس. كذلك أنت يجوز لك أن تبيع في أرض المشركين أو الأرض غير المسلمين، تذهب إليهم وتبيع وتتاجر، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة إذا كان هذا هو القصد من السؤال. محمد من فرنسا يقول بأنه عايش في فرنسا وتعرف على فتاة وصار بينهما علاقة محرمة حتى حملت منه، يقول تبت إلى الله جل وعلا وبدأت أصلي وكذا، وهي أيضا يقول أدخلتها في الإسلام. يقول عندنا ولد يعني منها قبل الزواج والآن تزوجنا. يقول ما العمل؟ أولا يا أخي محمد، الحمد لله الذي من عليك بالهداية، الحمد لله الذي من عليك بالإسلام، والحمد لله الذي من عليك بالإيمان، وهذه والله نعمة من أعظم النعم. أنت كنت في فترة من يعني من الجهل وفترة من المعصية وفترة من البعد عن الله، الآن الحمد لله الذي من الله جل وعلا عليك بها، فاثبت على دين الله وأكثر من التعلق بالله، واطلب العلم الشرعي وتعلم أحكام الدين، ودائما كن مع الأخيار والفضلة، وابتعد عن المواطن هذه المواطن الفساد والشر، واجعل بينك وبينها سدا. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا من فضل الله عليك، وهذا يظهر والله أعلم أنه علامة على صدق نيتك، أن الله تعالى هدى هذه المرأة على يديك، وهذه نعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فهذه نعمة فلك الأجر والثواب. الأمر الثالث يا أخي الفاضل، بالنسبة لما يتعلق بقضية نسبة الولد الأول، يحرم عليك في قول جماهير أهل العلم أن تنسب الولد الأول الذي ولد على غير فراش صحيح إليك،
فهذا الولد لم يأتي لم يأتي في فترة لقاء صحيح بينك وبين هذه المرأة، وإنما أتى في خارج عش الزوجية، أتى في خارج الشرعية، يعني الزواج الشرعي الذي بينك وبينه. بعض الفقهاء يقول ليش أنا سألتك متى ولد بعد عقد النكاح؟ قالوا إن أتت به المرأة على فراش زوجها بعد عقد النكاح، بعد 6 أشهر من العقد أتت بولدت به، فإنه يجوز لهذا الرجل أن يستلحقه، يعني ينسبه إليه بعد 6 أشهر من الزواج، من الزواج. أما أنت ذكرت لي بأنه قبل العقد ولدت هذه المرأة من سفاح، وطبعا تقول لنا منك، فإنه لا يجوز يا أخي الفاضل أن تنسبه إليك بارك الله فيك، لأن هذا ولد على غير فراش شرعي. أما ما بعد العقد فهذا الأمر لا يحتاج في الحقيقة إلى توضيح، فهي زوجتك. يا أخي الفاضل، ممكن إذا كان هناك إشكالات مثلا في هذه القضية تراجع المركز الإسلامي، أو تتصل مثلا للاستفسار عن قضايا دقيقة، يعني مثلا ما يترتب على هذه الولادة، وبعض الأشياء ممكن ندلك عليها، لكن تذهب إلى المركز الإسلامي أو تتصل مثلا تحت الهواء لعلنا نستفسر منك بشكل أوضح. أم أحمد من هولندا تقول عندها ولد بارك الله فيه عمره 18 سنة، سألها بعض الأسئلة، تقول بأنه قال إن خلق الله جل وعلا آدم، فمن خلق حواء، وكيف جاء قابيل وهابيل. يا أم أحمد، أسأل الله جل وعلا أن يبارك لك في ابنك وولدك وأن يصلحه يا رب العالمين. بالنسبة يا أخت الفاضلة، أولا لابد أن يعلم ابنك ويعلم الناس جميعا أن كل ما سوى الله مخلوق، وكل ما سوى الله إنما هو من خلق الله. فالعرش فما دون العرش، والسماوات والأراضين والجن والإنس والملائكة وكل شيء، فهم خلق لله جل وعلا. يقول جل وعلا الله خالق كل شيء، هذا واحد. الأمر الثاني، خلق الله جل وعلا آدم من تراب، من طين، وخلق إبليس من نار، وخلق الملائكة من نور، قد جاءت بهذا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. الأمر الثاني أن الله جل وعلا خلق حواء من ضلع آدم الأيسر، من ضلع آدم الأيسر. يقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني حواء في أصح أقوال أهل العلم هذا التفسير، وخلق منها زوجها. قيل بأن حواء كان نائما فخلق الله من ضلعه الأيسر حواء، فعفوا آدم كان نائما فاستيقظ، فخلق الله جل وعلا من ضلعه حواء فاستيقظ فوجد فأنس بها، ولذلك قيل حواء من الحياة، وقيل من الحياة، وقيل غير ذلك. والمقصود بأن خلقها منه، ثم بعد ذلك التقي اللقاء الشرعي، الله عز وجل زوج حواء من آدم، فحملت بكيسين، حملت في رحمها بكيسين، كيس فيه ولد ذكر وأنثى، وكيس فيه ذكر وأنثى، فولدتهما. ثم بعد ذلك تزوج الولد الذي في هذا الكيس من البنت الذي في الكيس الثاني، وتزوج الولد في الكيس الثاني من البنت التي في الكيس الآخر، ثم بدأ التناسل. قيل بأن اسم الأول قابيل وهذا هابيل، ثم بعد ذلك بدأ التناسل البشري. ولذلك كان في أول الخلق البشرية كان للرجل أن يتزوج أخته، لماذا؟ لأنه ما في بشر، فأحل الله جل وعلا ذلك. ثم بعد ذلك بدأ البشر يتناسلون، وبدأ دولاب الحياة يدور. ثم بعد ذلك كان الرجل يأخذ يتزوج الأختين، وثم بعد ذلك لما تناسل جاءت هذه الشريعة المحمدية، فضيق الله قضية المحارم بحيث أنه لا تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، وأيضا لا يجوز للرجل أن يتزوج أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. هذا باختصار يا أم أحمد بارك الله فيك في قضية الخلق. أم محمد من أسبانيا تقول متزوجة من 10 سنوات خلاص. إي والله أختي أم محمد، والله أعتذر منك، أسئلتك طويلة من جهة الجواب طبعا، وقت البرنامج خلاص انتهى. إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى استفتح اللقاء بالإجابة على أسئلتك وأسئلة الأخ إسحاق، كذلك الأخت نبيلة من السويد. أشكركم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر،
إنك سميع الدعاء.